سيبحث عن الكرة العرضية الخطيرة تبعد وتعود في هذا المكان، فرصة لإبراهيم. الله، جول! الهدف الأول لمصلحة ماريبور، يسجل إبراهيم الهدف الأول. هدف جميل، والكرة من جانب إبراهيم، حطها على يمين بيتر تشيك يا مورينيو. هدف أول لمصلحة ماريبور، هدف جميل جدا من جانب المقدوني. ركن الكرة في الزاوية البعيدة، حطها جميلة 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 جدا على يمين بيتر تشيك، وسجل الهدف الأول. هدف جميل لمصلحة ماريبور، والتقدم للفريق السلوفيني على حساب تشيلسي في شوط المباراة الثاني، في الوقت اللي كان مورينيو يبحث عن الوصول لمرمى ماريبور بإدخال كوستا، يسجل